على سيرة البشير، هناك من يتهمكم كإسلاميين في السودان بأنكم تريدون إعادة حكم البشير. في تقديري هذه الآن صارت من التاريخ قضية استعادة، لا أعتقد أن المؤتمر الوطني ولا الإسلاميين الذين هم يمثلون الحركة الإسلامية من خلال متابعتنا عموما لحيثيات المشهد السياسي في السودان كمراقبين، لأنه لست حقيقة من الفاعلين في المشهد السوداني، مهتم بقضايا أخرى، لكن كمراقب عن قرب على الأقل المشهد السوداني، ليس هنالك نوايا من المؤتمر الوطني ولا من الحركة الإسلامية السودانية استعادة الآن ما يمكن أن نسميه النظام السابق. لم يكونوا هم الحاكمين في عهده الإسلاميين على عهد البشير؟ يعني شئنا أم أبينا تحملت الحركة الإسلامية وزر حكم البشير طوال 30 عاما، بغض النظر هل هي فعلا حكمت باسمها ورسمها وبرنامجها الإسلامي، أم أنها والله ركبت من قبل القوات المسلحة، وبالتالي كان القوات المسلحة تحكم باسم الحركة الإسلامية، والقوات المسلحة اليوم يمكن أن نقول أنها ستحكم بمكون جديد. يعني من أعداء الإسلاميين اليوم في السودان؟ القوى التي تصنف نفسها الآن بأنها يعني تتصدر المشهد السوداني، وخاصة قوى اليسار في حرية والتغيير. حرية والتغيير، دعني أكون أكثر دقة، الحرية والتغيير هي مجموعة مكونات فيها تيارات ربما تقليدية مثل حزب الأمة السوداني، هذا لا يمكن أن نصنفه بأنه والله هو يعني عدو على الأقل الإسلاميين، بل ربما أكثر تفاهما وأكثر سماعا للإسلاميين، وربما أكثر إنصافا في تقديري للحركات الإسلامية، ولكن قوى اليسار التي تنظر إلى أنها في خصومة إيديولوجية مع الحركة الإسلامية وجاءت بنفسية تصفية الحسابات وتحقيق الانتقام هي القوى التي الآن على الأقل تتصدر بشكل كبير الوزارات ومهيمن على المشهد المدني. أليس من المنطقي كثورة، أسأل وأتساءل، أليس من المنطقي كثورة أن تستبعد بداية من كانوا في السلطة الذين ثار عليهم الشعب؟ أليس هذا منطقيا؟ منطقيا أن تستبعد المؤتمر الوطني، لكن من العيب والخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه قوى الحرية والتغيير أن تستبعد المكون الإسلامي بكل أطيافه. هنالك المكون الإسلامي، في فرق بينه وبين طبعاً المؤتمر؟ طبعاً هنالك من كانوا في السجون أكثر من هؤلاء الذين جاءوا الآن على رأس الثورة، كانوا في السجون والمعتقلات وقاوموا البشير وكانوا ضده بشكل كبير جداً.